كرمت جمعية صفصافي الخابوري ثقافية وفرع اتحاد الكتاب العرب في الحسكة بالتعاون مع كلية الحقوق عددا من الأدباء والشعراء والباحثين تقديرا لجهودهم الإبداعية في مختلف مجالات الأدب والفنون. جاء التكريم تقديرا لمسيرتهم الإبداعية ولإعطائهم الذي امتد على ما يصل إلى 40 عاما، والذي تجسد في مؤلفاتهم المتنوعة والمتعددة، وبذلك فإنهم كانوا قناديل تضيء في مسيرة حياتنا الإبداعية، وهم في الحقيقة مثلوا مجموعة من القيم والنظم، ومثلوا مجموعة من القيم والمواقف الوطنية والثقافية والإنسانية. المكرمون كانوا قدوة لنا، والآن نرد لهم ما أعطوه في هذا الاحتفال الذي مهما يكن لا يرقى إلى مستوى عطائهم وأبداعهم، فهم يستحقون الكثير. الهدف منها والغاية الأساسية من هذا النشاط هو ربط الجامعة بالمجتمع، وأن تكون الجامعة حاضرة في جميع قطاعات المجتمع. لا شك أن هذا التكريم يمثل ويشكل تحفيزا إيجابيا للأديب ليستمر في مسيرة عطائه وخدمة لمجتمعه وبلده والأرض التي يحيى عليها. بالنيابة عن عائلة الدكتور الشهيد الدكتور سهيل عروسي، تكريم اليوم هو عربون وفاء ومحبة لهذه القامة الأدبية الوطنية بامتياز، التي عملت بكل فكر نير لنشر الثقافة والوعي بين الناس. لكل إنسان شارك وكل إنسان ساهم، هذا أكيد هذا بيدل على العهد والوفاء محبة الأصدقاء له يعني. وأكد المكرمون وذووهم أهمية هذه اللفتة الكريمة من قبل القائمين عليها، تقديرا لجهود المكرمين والإشادة بدورهم في نشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع، ليبقوا منارات للفكر المشرق وتشجيعا على استمرار دروب الإبداع خدمة للوطن وللإنسانية جمعاء. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.